المجمعات الاستهلاكية التخفيضات على أسعار الكعك والبسكويت تصل ل 25%. المجمعات الاستهلاكية بتقول إن هي بتقدم الكعك والبسكويت بأسعار مناسبة، طبعا عيد الفطر وعيد القيامة والدنيا هايصة، مصر كلها بتجيب بسكويت وكعك. لكن نصيحة كده لو جاز لي إن أنا أقدم نصيحة، ابعدوا تماما عن كل ما هو بسكويت وكل ما هو كعك وكل ما هو بتيفور وكل ما كل الحاجة كان طعمها حلو وجميلة وبنحبها وبناكل منها كتير، ابعدوا عنها لأن هي مضرة جدا بالصحة. وإذا يعني الأمر لزم فلما نمسك كده الطبق، بلاش التعبير المصري الجميل، بلاش نحف في الطبق، بلاش ناكل بدل الواحدة 2 و3 و4 وبدل البسكويتة 5 و6 و7 و8، بلاش بلاش بلاش، خاصة لمرضى السكر وحتى مش مرضى السكر. الموضوع بخطر جدا فعلا على صحتنا، نبعد عن القصة دي. غالي بقى رخيص يقولوا أصحابه يعني.